بهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائبة الثاني لرئيس مجلس الشورى. مرحبا بك أستاذة جميلة. طبعا اليوم نتكلم عن مسيرة امتدت ل 21 عاما من العطاء، من الإنجازات، من المكتسبات الوطنية التي تحققت من يعني اهتمام المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة. نتكلم اليوم عن هذا الدور الحيوي التي من خلاله تقلدت المرأة اليوم المرأة البحرينية المناصب وأصبحت لها يعني مكانة متقدمة في هذا المجتمع. طبعا في البداية أنا اليوم وايد سعيدة أن أشارك في هذه المناسبة الوطنية، ونحن نتكلم عن تأسيس وإنشاء هذا الصرح الوطني الكبير اللي نفخر فيه إحنا، يعني أفخر فيه أنا كأمرأة بحرينية. وكل وحقيقة والكل يفخر بهذا الصرح ودوره، ونقدر دوره وجهوده اللي رمي في طبعا متابعة قضايا والاهتمام بقضايا المرأة البحرينية وتمكينها لحد ما وصلت لما وصلت إليه المرأة البحرينية. ولا يفوتني طبعا في البداية أن أنا أهني القيادة الحكيمة وصاحبة السمو الملكي سيدة البحرين الأولى، ونشكرها نحن كبحرينيات على جهودها اللي حققتها حقيقة في سبيل المرأة البحرينية. دور المجلس الأعلى للمرأة جدا كبير، يعني خصوصا أنه هو يعني في جميع الأصعدة. أنا إذا احنا بنتكلم عن دور المجلس الأعلى للمرأة، يعني حقيقة أنا أتمنى أن يكون عندي الوقت الكافي، لأن الإنجازات أكبر من الوقت. خصوصا يعني لما بنتكلم عن التمكين الاقتصادي اللي تحقق للمرأة البحرينية، التمكين السياسي والمشاركة السياسية للمرأة البحرينية، الاستقرار الأسري اللي تحقق للأسر البحرينية، كل هذه جهود الكبيرة كان لدور المجلس الأعلى للمرأة بصمة كبيرة في هاي الشيء. وخصوصا يعني من بداية تأسيس المجلس الأعلى للمرأة هو انتهج استراتيجية جدا مهمة اللي كانت مبنية على الشراكة المجتمعية. وهذا طبعا لما أنت تشرك المجتمع في أي مشروع أو استراتيجية طبيعي أن يكون سبيلها النجاح، وهذا فعلا ما تحقق في الاستراتيجية اللي اتبعتها المرأة المجلس الأعلى للمرأة، بحيث أن أشرك جميع سواء المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو المؤسسات المجتمع المدني، فرصد ما هي احتياجات المرأة البحرينية يعني بالضبط. فمن خلال هذا الرصد اليوم احنا وصلنا على ما وصلنا اليه الان من ناحيه التمكين السياسي ووصول المراه الى المواقع صنع القرار. كان المجلس الاعلى للمراه برنامج سياسي جدا مهم لم يسبق اي دوله اخرى. وأنا أقول من منطق يعني تجربة ومشاهدات، يعني من خلال طبعا مشاركاتنا في المحافل الدولية، ولما نتطرق على ما هو الدعم اللي يقدم للمرأة لتمكينها سياسيا، لما نستعرض تجربة مملكة البحرين ينظر بكل استغراب وفخر، لدرجة أن نحن يطلب منا أن يعني أن تنعطى بعض الوفود فرصة بحيث أن يعني يطلعون على تجربة مملكة البحرين ويزورون المجلس الأعلى للمرأة ويستفيدون من التجربة اللي أوصلت المرأة البحرينية إلى هذا المستوى. لما بتكلم عن الاستقرار الأسري، هذا طبعا مشروع جدا كبير، هناك قوانين طبعا مشروع يعني جدا كبير إطلاقها. يعني تحقق بجهود ومتابعة المجلس الأعلى للمرأة. القانون الأسرة، هذا طبعا كان أتى بعد مخاض أتى بعد مخاض كبير وجهود يعني جبارة من المجلس الأعلى للمرأة بتعاون وتنسيق مع السلطة التشريعية. واليوم لما نقيس أثر صدور قانون الأسرة على وانعكاسه على الأسرة البحرينية، بنشوف أنه فعلا حقق الهدف. يمكن يعني لو بقول عن أو يعني الفترة اللي تستغرقها القضايا في المحاكم، المبادئ اللي صارت تقريبا شبه موحدة، يعني كل هذه اللي نتج عن هذا القانون
أتى في يعني نتيجة إيجابية للأسرة البحرينية. لما بتكلم عن قانون حماية الأسرة من العنف الأسري، هذا طبعا أيضا كان نتاج جهود. إذا نتكلم اليوم بأن المجلس الأعلى للمرأة لعب دورا مهما على كافة الأصعدة طبعا، ولكن نتكلم اليوم عن السياسات والبرامج واللجان التي يعني تم تفعيلها من قبل المجلس كما ذكرتي مع الشراكة المجتمعية، وأن السياسات الحكومية اليوم تدعم هذه التوجهات التي دعا إليها المجلس الأعلى للمرأة من خلال يعني إبراز ودعم المرأة البحرينية. كيف تنظرين اليوم، كيف تقرأين نجاح مثل هذه السياسات سيدة جميلة؟ طبعا يعني إحنا طبعا هذه السياسات لا شك بأن كان في قياس أثر. نعم. اليوم يعني احنا في مجلس الشورى ومجلس النواب احتفلنا بذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وطبعا تم استعراض قياس الأثر، هل فعلا احنا حققنا اللي احنا نأمل له؟ يعني من خلال احنا اتكلم من خلال أرقام، لما نحكم على أي تجربة لازم يكون في هناك أرقام. نعم. وفعلا الأرقام هي تتكلم عن نجاح التجربة والجهود اللي بدلها المجلس الأعلى للمرأة. هناك متابعة، الجميل من المجلس الأعلى للمرأة أنه يتابع هذه السياسات ويعني ويلاحظ ما مدى الأثر كما ذكرتي سيدة جميلة. وحقيقة يعني لما نأتي في سبيل يعني في مسألة المشاركة السياسية للمرأة، البرامج التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تهيئة المرأة البحرينية لتكون منافس متمكن في خوض الانتخابات سواء النيابية أو البلدية، نشوف أن هذا فعلا أثمر، والدليل وصول بالانتخاب الحر وصول عدد أكبر من السابق إلى المقاعد النيابية. لما بنقيس الأثر من الناحية الاقتصادية، اليوم نشوف أن المرأة البحرينية في القطاع الخاص يعني العدد مشاركتها زاد عن السنين السابقة. لما بقيس بالنسبة لرائدات الأعمال، نشوف أن المشاريع الاقتصادية اللي قامت فيها النساء قاعد يرتفع عددها. لما بنشوف أيضا سواء في القطاع الحكومي، في مواقع القرار، في مواقع في القطاع الخاص، نشوف الأعداد تزايد. معناته أنا هذا الأثر، معناته أنا أقدر أحكم على التجربة أن فعلا إحنا قاعدين نمشي في الطريق الصحيح. والجهود المجلس الأعلى للمرأة أتت بنتائجها والأهداف اللي كانت يعني وضعتها من أجل تحقيق هذا الهدف. نعم. سؤالي الأخير سيدة جميلة، اليوم يعني دوركم أنتم في السلطة التشريعية وكونكم أنتم أيضا نساء في مجلس الشورى أو سواء كان في مجلس النواب، دوركم اليوم في مساندة مثل هذه التوجهات أو هذه السياسات التي يعني يخرج بها المجلس الأعلى للمرأة يعني للمحافظة على مكانة المرأة البحرينية وأيضا مساهمتها في التنمية الوطنية؟ طبعا احنا كسلطة تشريعية نقدر جميع جهود المجلس الأعلى للمرأة وما يقوم به من أجل يعني قضايا المرأة البحرينية. نعم. لأن في الأخير في بداية وأخيرا أن المرأة أصبح دورها جدا مهم في التنمية المستدامة، فبالتالي يعني هذه الجهود تتطلب بأن يكون في هناك شراكة ما بين السلطة التشريعية وما بين المجلس الأعلى للمرأة. هناك اجتماعات مستمرة وتنسيق خصوصا في موضوع التشريعات. يعني هذه التشريعات التي صدرت من السلطة التشريعية سواء اللي متعلقة بالأسرة أو المرأة أو الطفل، كانت هذه نتاج تعاون واجتماعات ومباحثات مستمرة ما بين المجلس الأعلى للمرأة وما بين السلطة التشريعية. وطبعا هذا التعاون إن شاء الله بيستمر، وبيكون يعني احنا نأمل يعني مستقبلا ان احنا طب احنا طموحين جدا. يعني احنا كشعب بحريني بشكل عام هو شعب طموح، والمرأة البحرينية ايضا هي يعني من النساء الطموحات، فبالتالي نحن نطمح من المزيد، وهذه الطموحات راح تنعكس ان شاء الله بمزيد من التعاون ما بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية. واحنا نقدر هاي الدور
ويعني فخورين حقيقة بكل الإنجازات اللي يقوم فيها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم سيدة البحرين الأولى. فعلا المجلس الأعلى للمرأة طموحاتها لا تنضب، وأيضا يعني هناك طموح كبير وأمال كبيرة بأن تحقق المرأة المزيد والمزيد من التقدم. سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.